تحية صباحية للمشاهدين ومتتبعي موقع العالم. شكرا لكم على التتبع ديالكم ومواكبة ديالكم الإعلامية لمحطة الدخول المدرسي في ظل جائحة كوفيد 19. بالنسبة للمديريات الصغيرة تمارا فهي كباقي المديريات التابعة لوزارة التربية الوطنية فهي تسعى جاهدة إلى تنزيل مقتضيات المذكرة الوزارية 3920 المتعلقة بتنظيم السنة الدراسية في ظل وباء كوفيد 19. هذه المذكرة التأطيرية هي مذكرة اللي ضمنت مجموعة من المقتضيات التوجيهية اللي غادي تمكن المؤسسات التعليمية أنها تباشر العملية التربوية ديالها في ظل هذه الجائحة، يعني باحترام التدابير الوقائية خصوصا البروتوكول الصحي المنصوص عليه اللي غادي يسمح أن التلميذات والتلاميذ يلتحقوا بالصفوف الدراسية نتاعهم في ظروف آمنة للحد من انتشار وباء كوفيد 19. وكيف كتشوفوا ان جميع المؤسسات ومدرسه ادريس بن زكري هنا بحي النصر فهي نموذج المؤسسات التي سهرت على يعني تفعيل هذه المذكره الوزاريه وحرصت على انها توضع وتنفذ البروتوكول الصحي المنصوص عليه من خلال توفير سائل التعقيم، من خلال توفير التشوير الارضي واحترام المساله المتعلقه بالتفويج. بالنسبه للافواج الاخرى هي بطبيعه الحال غادي تلتحق حتى هي بالصف الدراسي ديالها، بحيث انه هذا التفويج هذا راعى يعني الحصه الدراسيه لكل تلميذ او لكل فوج من خلال واحد مجموعه من الساعات الدراسيه في اليوم، يعني التحق الفوج الاول مثلا اليوم، الفوج الثاني بطبيعه الحال ينجز يعني الانجازات المنزليه ديالو او الدروس اللي غادي تكون عنده كتهيئ باش يلتحق حتى هو في الحصه الثانيه. الاسره كيف كنعرفوا جميعا انها هي شريك طبيعي للمؤسسه التعليميه، وهي كذلك عندها واحد الدور لازم تقوم به وهو المواكبه ديال وليداتها والتنسيق مع المؤسسه التعليميه من يعني على مستوى الاطر ديال المؤسسه الاداريه والتربويه حتى هي باش يكون واحد النوع ما بين المدرسة والأسرة، وهذا طبعا ممكن يتأتى من خلال الدور الكبير ديال جمعيات الآباء، لأن جمعيات الآباء هي أيضا ممثلة ضمن مجلس داخل المكونات ديال مجلس التدبير ديال المؤسسة التعليمية، وبالتالي فهي عندها دور كبير في هذه العملية هذه. بالنسبة لعملية التعقيم فهي غادي تستمر وفق البروتوكول الصحي المنصوص عليه، بمعنى أنه مثلا قبل الالتحاق التلاميذ راه كانت عملية ديال التعقيم، يعني بعد انصراف التلاميذ غادي تكون عملية التعقيم، وهكذا يعني خلال الفترة الدراسية. عملية التعقيم هي تمر يعني عبر تدخل يعني الجماعات الترابية مشكورة في خلال هذه الفترة الأولى، وكذلك يعني كاين بعض الجمعيات التربويه اللي حتى هي مهتمه واللي هي ساهمات، بينها جمعيه تنميه التعاون المدرسي اللي غطات لنا على مستوى صخيره تماره يعني جميع المؤسسات من حيث سائل التعقيم، من حيث المضخات، وكذلك يعني الصابون السائل. اذا السلام عليكم. اذا بمناسبه الدخول المدرسي 2020-2021 وتنزيلا للاجراءات اللي جات في المذكره 3920، يعني المؤسسه كباقي المؤسسات التعليميه استعدت لهذا الدخول المدرسي الاستثنائي، يعني بتنزيل مجموعه من الاجراءات كما كتشوفوا مع تطبيق واحد البروتوكول صحي صارم، يعني ونتمنوا ان الموسم الدراسي يكون موسم موفق ان شاء الله. اذا تنطلبوا من الاسر يلتزموا معنا في تنزيل هذه الاجراءات هذه واحترام البروتوكول الصحي من ارتداء الكمامات، من تباعد، من تحسيس، يعاونونا ايضا في التحسيس ديال الابناء ديالهم، يعني باش يعاونونا داخل المؤسسه ان شاء الله. اذا هذه السنه ان شاء الله غادي نستقبلوا التلاميذ، يعني في اطار احترام البروتوكول الصحي غادي نستضيفوا التلاميذ ان شاء الله، نستقبلهم اليوم يعني على مدى 3 ايام، يوم الاثنين صباحا اليوم، يعني اليوم ابتداء من الساعه 9 صباحا ان شاء الله غنستقبلوا المستوى الاول، مساء المستوى الثاني، غدا الثلاثاء غنستقبلوا الثالث المستوى الثالث، ومساء يوم الثلاثاء المستوى الرابع،
يوم الأربعاء صباحا مستوى الخامس ومساء المستوى السادس، على أساس أن التلاميذ تم التفويج ديالهم، يعني من غنستقبلوا التلاميذ داخل الأقسام غيكون كل قسم كل فوج غيدخل القسم، يعني باش نحترموا التباعد. بالنسبة للمؤسسة التدريس المذكري الأفواج اللي خدمنا عليهم، يعني ما كاينش فوج اللي كيتعدى 17 18 التلميذ داخل كل فوج، اذا ان شاء الله غيكون احترام ديال التباعد. بالنسبه لاستقبال التلاميذ اثناء الدخول والخروج، حنا غادي نسهروا جميع الاطر العامله المؤسسه، نسهروا على يكون يعني نستقبلوا التلاميذ يكون التباعد. بالنسبه لداخل الاقسام راه كاين مجموعه ديال الاحتياطات اللي يمكن اللي ضروري التلاميذ يلتزموا بها، التباعد، ارتداء الكمامه بالنسبه للخامس والسادس، بالنسبه لعدم تبادل الادوات ما بين التلاميذ مثلا، التعقيم الى اخره من الاجراءات اللي الاساتذه ان شاء الله داخل الاقسام غادي يحسوا التلاميذ وغادي ينبهوهم لهذه القضيه. بالنسبه للاستراحه، حنا اتفقنا كداخل المؤسسه ان تكون حسب المستويات، يعني كل مستوى غادي يخرج الاستراحه واحد المده ويدخل الاقسام ديالهم، من بعد يخرج المستوى الاخر. الحمد لله والشكر لله، من ان شاء الله من 6 ونص وحنا خدامين في هذا الشيء ديال التعقيم، الحمد لله المدرس بخير وعلى خير، وهذا الشيء كله كان في صالح التلاميذ ديالنا، هذوك راه وليداتنا قبل ما يكونوا ولاد، هذوك راه وليداتنا حنا، ونتمناو على الله يزعل علينا هذا الوباء هذا ويكون ان شاء الله هذا العام ان شاء الله يدوز بسلام. كنتمناو حنا من الاسر ما هما انهم يحطوا لنا التلاميذ ويبعدوا، خلينا حنا قادين بالتلاميذ، غير يحطوا التلميذ وحنا ندخلوا حتى لبلاصتو ونحطوه في امان الله، حنا هنا غايعلوا التلاميذ. غير نتمناو على الله الاباء والامهات يتعاونوا معنا، هذا هو اللي كنطلبوا حنايا من الناس. قبلنا باش يقرا حضوري باش حتى حنا باش نخارطوا في هذه العمليه ديال التعليم، نشجعوها واخا ما تكونش كافيه وقت 4 سوايع في السيمانه مع 2 مرات، المهم الانسان حتى الدراري يتشجعوا شويه وينساو ذاك الكونفينمون اللي داز شحال هذا. هو يقرا في الباب. هو انسب مع الاحتياطات اللازمه، بنادم ياخذ الاجراءات ديالو، و حتى الدري شويه يحيدنا ديك الخاعه اللي كانت فيه. طبعا هذا القرار اللي خديتوه انتم كاسره راه غادي يكون على العاتق ديالكم وحتى تحدي كبير مع وزاره التربيه الوطنيه، هو ان اول شيء مرافقه اطفالكم الى المؤسسه ومتابعه دراستهم، يعني واش انتم مستعدين يعني تستمروا في هذا المنوال هذا لمده طيله الموسم الدراسي؟ مساعدين نتبعوا وليداتنا، ومهم ونحاولوا نربيو فيهم شويه ديال هذه الاحتياطات هذه، فهمتيني هذا الشيء اللي كاين.